ربما الأمريكي ينصح الإسرائيلي لا يضغط عليه، والإسرائيلي كثيرا لا يكترث بما يقوله الأمريكي. يعني منذ البداية الأمريكي قال له لا تدخل إلى غزة، دخل إلى غزة، طلب منه إدخال الطعام، رفض إدخال الطعام، طلب منه عدم أذية المدنيين، دار الأماكن المدنية في غزة، عمل إبادة شاملة في غزة. فهو لا يكترث الإسرائيلي. الأمريكي عمليا عنده حليفين في المنطقة أساسيين، هم إيران والإسرائيل. الإسرائيلي يقول أن الحليف الوحيد لأمريكا في المنطقة، هذا غير صحيح. يعني نحن ننظر إلى الأفعال لا الأقوال. الإيراني جاء من بيروت وقال لا يريد توسيع الحرب، كان الخطاب تماما هو خطاب بلينكن، يعني كأنه هم على صفحة واحدة. المشكلة أن الإسرائيلي لا يكترث مصالح أمريكا، وهو يزايد يعتقد أنه الحليف الوحيد لأمريكا. لا، أمريكا دولة عظمى لها أصدقاء كثر ومنهم إيران. والإسرائيلي هناك في الحكومة الإسرائيلية جماعة متطرفين دينيا، لا ينصتون إلى صوت العقل، وهذه ليست إسرائيل التقليدية التي تعودنا عليها العقود. طيب دكتور أحسان، يعني القول الأمريكي بأنها لن تشارك إسرائيل في أي حرب تشنها على إيران، هل هذه الرسالة الأمريكية لإسرائيل أو لنتنياهو تحديدا، هل يمكن أن نسمع هذه المرة يعني إنصات إسرائيلي في هذه النقطة؟ يعني هذا ليس كموضوع حرب في غزة أو عدم أدخال مساعدات، هذه المرة إذا قامت إسرائيل بتوسيع نطاق حرب ولم يكن بجانبها الولايات المتحدة فهي تعلم النتائج، هل من الممكن من انطلاقا من هذه النقطة أن تقدم إلى على هكذا أمر؟ صوت العقل هو ليس الذي يحكم إسرائيل اليوم. يعني الإبادة، نظر الإبادة، نرى يعني رفض إدخال الطعام. تصوري مثلا هناك شيء أن تقول إسرائيل لا أريد دولة فلسطينية، ولكن شيء آخر أن تقول أريد تشويع القتل، تواجه تهمة الإبادة. هذه إسرائيل مختلفة تماما، أنا أتوقع أي شيء منهم. ولكن الأمريكي حد أدنى لا يريد أن يشجعهم، هو يريد أن يقنعهم ألا يضربوا إيران، لذلك يقول لن أشارك في ذلك. يعني أملا منه أن هناك خوف دائما إسرائيلي، ويعني يهتموا أن تكون أمريكا معهم، ويعتقد أن هذا يؤثر على القرار الإسرائيلي أن يقول الأمريكي لن أشارك معكم. دكتور أحسان، في حال أقدمت إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوة، هل فعلا الولايات المتحدة لن تكون بجانبها؟ ونحن نعلم الدعم الأمريكي غير يعني المسبوق أو غير المنقطع، غير المحدود لإسرائيل. أنا أعتقد أن اليوم يتصوري هناك رجال دين معممين يحكمون إيران، ولكن في نهاية المطاف الحقيقة هي أن العقلانية والبراغماتية بامتياز هي في إيران. النظام الإيراني براغماتي ذكي، يعرف كيف يستخدم القوة، ويعرف أن أمريكا هي القوة العظمى وهو يريد علاقة معها، وأمريكا كافأته كثيرا. من ضمن هذه المكافآت كان تخفيف تطبيق العقوبات، حصل على المليارات بعد حرب غزة، لا يشارك في حرب غزة. الإيراني عقلاني، ولكن اليوم الغير عقلاني، العنصر غير المنضبط هو الإسرائيلي، وهذا الأسباب إسرائيلية داخلية، صعود اليمين الديني وهؤلاء الأشخاص بنغفير سموتريتش. يعني هل هناك شخص سوي في هذا العالم يقول مثلا إلياهو أنه يضرب غزة بأسلحة نووية؟ هذه إسرائيل هي العنصر غير المنضبط. المايسترو في الشرق الأوسط هو أمريكا. أمريكا هي القوة العظمى، إيران لها علاقة وتفاهمت مع أمريكا، ولكن الإسرائيلي هو المشكلة اليوم. نعم، من الولايات المتحدة دكتور أحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستايت، شكرا جزيلا لك.